حقيقة وفاة إنعام سالوسة بعد تعرضها لوعكة صحية. أثارت شائعة انتشرت منذ ساعات حيرت الجماهير ومحبي الفنانة إنعام سالوسة تفيد بوفاتها عن عمر ناهز 81 عام في وعكة صحية مفاجئة. انتشرت الشائعة بشكل كبير عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال صور وبوستات مرفق عليها كلمة وداع عن الفنانة إنعام سالوسة. نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حقيقة الأمر مؤكدا أنها شائعة سخيفة ليس لها أساس من الصحة وأن الفنانة القديرة بصحة جيدة. كانت الفنانة القديرة قدمت دور مهم في مسلسل الفتوة خلال رمضان الماضي، وعرض منذ فترة مسلسل ضربة معلم مع الفنان محمد رجب، وتنتظر بدء تصوير دورها في مسلسل ظل راجل مع الفنان ياسر جلال للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم كما تقرأ بعض السيناريوهات الأخرى. الفنانة إنعام سالوسة فنانة ذات ملامح مصرية أصيلة، البساطة سر جاذبيتها، دور الأم بالنسبة لها أمر اعتيادي لكنها في كل مرة تقدمه بشكل ولا أروع، وفي كل شخصية تقدم أفضل ما لديها، وفي كل مشهد يشعر المشاهد وكأنها تخاطبه، فلا يمكن أن ينتهي أحد من مشاهدة فيلم أو مسلسل إلا ويتذكرها. شاركت في الكثير من الأعمال المتنوعة والتي قدمت خلالها أفضل أدوارها، لذلك أطلق عليها لقب الست إنعام. ولدت الفنانة إنعام سالوسة في 1939 بمدينة دمياط، ومنذ طفولتها أحبت التمثيل والموسيقى بشكل كبير، فتعلمت العزف على آلة الأكورديون في المرحلة الثانوية، وعندما التحقت بكلية الآداب جامعة عين شمس أدركت أن بداخلها موهبة التمثيل، لذلك شاركت في تقديم عدد كبير من العروض. قررت أن تنمي موهبتها بشكل أكبر، لذلك التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وفي عام 1964 جاءتها فرصة ذهبية حيث رشحها المخرج نور الدمرداش للمشاركة في بطولة مسلسل لا تطفئ الشمس الذي ضم عدد كبير من نجوم الفن منهم كرم مطاوع وصلاح السعداني وزوزو ماضي. انطلقت مسيرتها الفنية بعد هذا المسلسل وقدمت للدراما التلفزيونية عدد ضخم من المسلسلات الهامة، كان من أشهرها ليالي الحلمية والحقيقة والسراب وعائلة الحاج متولي ومشوار امرأة وأحلام عادية وحدائق الشيطان وامرأة من الصعيد الجواني وذئاب الجبل. كما أنها كان لها مشاركة خاصة في السينما حيث قدمت الكثير من الشخصيات في أهم الأفلام السينمائية على مر التاريخ، منها موعد على العشاء والإرهاب والكباب والنوم في العسل وهمام في أمستردام وعايز حقي ومحامي خلع وصعيدي وأبو علي وعسل أسود. عملت الفنانة القديرة فترة من حياتها مدرسة لتعليم الإلقاء، كانت الراحلة سعاد حسني واحدة من طلابها إذ علمتها الإلقاء أثناء مشاركتها في فيلم حسن ونعيمة، ثم جمعهما فيلم التلميذة والأستاذ الذي عرض في السينمات عام 1968. تزوجت إنعام من المخرج الكبير سمير العصفوري والذي اتجه للتمثيل في الفترة الأخيرة، وأنجب ابنة وحيدة وهي المخرجة تغريد العصفوري. تعاونا معا في مسلسل تامر وشوقية الذي أخرجت تغريد بعض أجزائه. الست إنعام كان لها حضور قوي في السباق الرمضاني للعام الماضي حيث شاركت في مسلسلي الاختيار والفتوة وقدمت في كل منهما دور مختلف عن الآخر. استطاعت أن تخطف الأنظار مع عرض الحلقات الأولى من هذه الأعمال، حيث جسدت في الاختيار دور أم سعيدية يستشهد ابنها الأصغر أثناء أداء خدمته العسكرية، فهي دائما تغرس في ابنيها حب الوطن، تشعر في حديثها بدفء وطيبة هذا الأرض.
ففي كل مشهد كادت أن تحبس أنفاس الجمهور لما تمتلك من أدوات فنية رائعة جعلتها تجسد دورها في أفضل صورة. رحلة ثرية كبيرة تجاوزت 50 عاما أثرت فيها أنعام صاحبة نبرة الصوت المميز بالكثير من الأدوار المميزة. تلك الرحلة التي بدأت في الستينات بأدوار صغيرة في السينما، ومن هنا انطلقت رحلتها الفنية بالرغم من تعدد الأعمال التي قدمتها الفنانة القديرة على مر السنوات الأولى 20 في عمرها الفني، إلا أنها تألقت بشكل خاص في الألفية الجديدة منذ بدايتها، والتي برعت فيها في تجسيد العديد من الأدوار الكوميدية والتراجيدية مع النجوم الجدد. إنعام سلوسة في كل مرة تفاجئ جمهورها حتى ولو قدمت دور الأم في 1000 عمل، حيث تقدمه في كل مرة بشكل مختلف، حتى دور المربية والمرأة السعيدية تقدمها في كل مرة بشكل مختلف. اعتقد الكثيرون لفترة طويلة أنها مسيحية الديانة بسبب غرابة اسم عائلتها سلوسة، لكنها أوضحت أنها مسلمة الديانة وأنها تعتز باسم عائلتها. تمتعت الفنانة إنعام سلوسة بعلاقة صداقة وديدة مع السندريلا، حيث قالت أن صداقتهما استمرت لعقود طويلة حتى وفاتها، وأنها كانت من أقرب الناس إليها. رفضت تماما التصريح أو الإدلاء بأي شيء عن السندريلا بعد وفاتها، احتراما لصداقتهما والتاريخ الفني وحياتها الشخصية، وأنها كانت تنزعج من الأخبار الكاذبة التي تنشر عنها. وقالت أنها تأخرت عن أبناء جيلها وبررت ذلك بأن سفرها إلى فرنسا مع زوجها وابنتها لمدة 2 حتى عام 1970 كان السبب في تأخرها، مما جعلها تبدأ من الصفر بعد عودتها. اعتبرت أن تواجدها مؤخرا نوع من التعويض عن فترة من حياتها لم تقدم فيها شيئا، وقالت أنها كانت تقتل يوميا من الحزن لأنها غير مطلوبة في الأعمال، فكانت تنشغل بتربية ابنتها حتى لا تصاب بالاكتئاب.